انتم تسمعوا في كلام الليل. قل لي من صديقك اقول لك من انت، بمعنى انه اليوم اللي يلقى صديق بالرسمي بالحق صديق، صديق بهذا معنى الكلمة بكل ما تحتويه الكلمة من معاني إيجابية، صديق، صديق وقت الضيق، وقت المحنة، وقت اللي تحك ركب، صديق يكون واقف معاك في السراء والسراء والذراء، ذيك هو نوعا ما الصديق اللي لوجوا عليه الناس الكل. ولكن في بعض الأحيان نسأل سؤال، شنو الحاجة اللي تنجم تبدل الصديق اللي انت عرفته؟ علاش تبدل؟ علاقات، فلوس، الدنيا بدلته، وشنين الحاجات اللي تنجم تبدل إنسان كنت تعرفه ويقف معاك كما يلزم. بسمة عاشت تجربة قريبة اللي كنت نحكي فيه توا. مرحبا يا بسمة، شنو أحوالك؟ مرحبا بيك، أهلا بيك، عسلامة. لاباس عليك؟ الحمد لله، لاباس أنت؟ الحمد لله، مادام الصحة لاباس يا بسمة ما نجم نقولو كان الحمد لله. بسمة تكلم فينا من بيجا. منين من بيجا يا بسمة؟ بيجا فرنسا. بيجا سنتر، سلموا على بيجا كاملة، 39 سنة. تخدم ولا ربة بيت يا بسمة؟ لا لا نخدم. تخدم، سبعة الخدمة ماشية؟ سبعة الحمد لله. ليه والحمد لله. عرسة عزباء؟ مطلقة. مطلقة، بي 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 بي. مع العلم ما احناش باش نحكيه على تجربة الطلاق، احنا باش نحكيه على تجربة تجربة صديقة. صديقة. باهي، منين تحب نبداو يا بسمة؟ منين تحب تبدا أنت؟ أنا معاك. أنا معاك، هاي للا، نبداو من علاقتك بصاحبتك، نبداو من الأول. أنا عندي صاحبتي كانت أقرب لي من نفسي، من أمي. قداش عندكم تعرفوا بعضكم يا بسمة؟ علاقتنا على الأقل ما عندناش عنا 13 سنة. 13 عام، كيفاش عرفتها؟ بالصدفة، جارتك، صديقتك، كيفاش؟ ما هيش صدفة وما هيش صاحبة، يعني كانت فما كيفاش باش نحكي لك. لا انت كيفاش عرفتها اول مرة؟ اسكو جارتك تسكن بحذاك، قرات معاك، تخدم معاك؟ لا لا لا، صحبة، نحن صحبة تعرفت عليها يعني على تلاقوها وقتها كان خطبني. شو كيفاش معناتها؟ كيف المكتوب بينك وبين خوها قعدتوا صحاب؟ عادي، وبقينا صحاب وخطاب وخيان، ولقيتها هي في كل شيء في حياتي خير من اقرب الناس ليا. ومحلاها كيف توفى، قالت كي يوفى المكتوب وتقعد العلاقات، محلاها التصويره. ساعات الانسان يقول لك وفى المكتوب لورلاي يقلع على الكل، علاقه كامله. ليه نجم يوفى المكتوب وتقعد الصديقه بيه؟ احنا المكتوب وعلاقتنا ببعضنا، اتعلقنا ببعض اكثر من كنت كان نكون مرتخوها. معقول، معقول برشا. باهي، شنو المشكلة اللي صار بالضبط يا بسمة؟ والله انا عندي صاحبتي، اختي، صاحبتي، كل شيء. يعني معايا في السراء وفي الضراء نوقفوا مع بعضنا، اللي احنا واحد مش اثنين. هاي؟ هي؟ هاي؟ كيما تحكي، هي انا مرايتها وهي مرايتي، ما خبيه على بعضنا حتى شيء. لكن تحس الانسان تبدلوا في لحظة، ينجم الانسان يتبدل. شنو اللي بدلها؟ عشر سنين تبدل في العشر سنين في لحظة بدلتها لوحة كل شيء. شنو اللي بدلها؟ والله را أول حاجة الماديات بدلت عباية، راجل بدلها على صاحبتها. باهي، خلينا ندخلوا بالتفصيل بالتفصيل. كيفاش الراجل بدلها على صاحبتها؟ بالنقطة بالنقطة خلينا نبداو. باهي، عندها رجلها جنسيته ماهوش فرنسي، فهمتني؟ رجلها ولا خطيبها؟ لا لا، رجلها. رجلها، باهي. اللي احنا نجيو نسكنوا مثلا انا بريمير ايتاج وهو ديزين ايتاج، يعني احنا حتى علاقتنا نسكنوا مع بعضنا راهي عباره دار واحده. فهمت الحكايه؟ اي. رجلها بحكم اللي هي تعيش لبرا ما تعيش لهنا. اي. والله حتى على اساس يعني باش تجد اوراق، وهو مقيم لهنا يعني باش يجد اوراق على اساس اللي قامها بتاع مرته. اي اي. ومثلي بحكم اللي هو اجنبي يعني اوتوماتيك مدهم قايد الزاج، يعني نجم يبقى في تونس. هو حسني لي الانسانه اللي قاعده معايا في الدار، يعني ممكن نقولوا نحن من دار معايا في الدار، كاميرات دور معايا، مرايتها لهنا، كل شيء تكتبه باش توصله لها. ما قدرليش صاحبتها واختها واللي نخاف عليها ونخاف على مصلحتها وما نحبش فيها. هو انسان متخيل، انسان كذاب، يعني عرفت علي برشا حاجات، حاجات هذوك اللي خلاني انا فيقتها، هو خلاها يعني نقولوا احنا عملنا لها غسيل مخ. خلينا نمشي بشويه بشويه معاك ونفهم الحكايه. شنو هي الحكايات اللي فيقت بها صاحبتك مثلا؟
هو انسان على اساسه رجل اعماله وما عنده حتى شيء. انت كيف صاحبتك عرست بالراجل هذايا؟ انت وقتها متصورها استشارتك، انتم دوزانتيم مع بعضكم. انا اكثر انسان شجعت عليه الماكلة، هي تقول قص وانا نقولها لا. وعليش انت شجعتها وقتها؟ والله انا حسيتها يعني هي انسانه كانت عندها علاقه، يعني عندها بولادها ومعرسه و... وكل واحد يعني كلمة مكتوب ربي ومشي على روحه، فهمتها؟ لقيته هذاك اللي وفر لها الحنانه، وفر لها الكلام المعسول، وفر لها تحس وقلي انت راجل، ويقول لك نعمل لك ونعمل لك ونعمل لك، وعايشها في حكايه اللي كونه راجل هذاك باش يمتعني. اما 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 انت غلطتها من غير ما تفيق يا بسمه، قلت لها اقصد انا ذنب كبير، انا 99% ذنب ذنبي. باهي كيفاش عداها عليك؟ خلينا نفهم الحكايه، كيفاش نوعا ما انت زادت شرجيت وقلت له اقصد ربي هذا هو الرجل المثالي يا صديقتي؟ اش عمل؟ هو اكثر واحدة يكلمني، حتى كتير مسلم بيناتهم انا اللي رجعهم بحكم اللي هو يعيش في البلاد وهي في البلاد، انا اللي راجع ما بيناتهم، ديما كيكلمني يعني تحسي انا ما بيناتهم، الزوجان ما بيناتهم اللي موصل، يلزمني نرجع، يلزمني نصلح، كنت انا يموت عليا وعجبته علاقتي بها ويقولها مستغنيه وعلى العالم الكل الا المخلوقه هذه. اما هو قد يكون ذكي جدا، كان يعرف اللي انت الاقرب للقلب نتاعها في اتخاذ القرار، فنوعا ما كان يقنع فيك انت باش انت تاثر عليها بطريقه او باخرى. هي راهي توصل تقول لي ستوب، ما عادش موصل فيها الحكايه، نكبس ونموت ويوم واثنين وثلاثه، ولو انسان به وانسان باش يعوضك وانسان ما فماش كيفه وشريك، تصور انت انسان ويوصل يكلمك، نحن التوانس الراجل التونسي تحسه صحيح راجل طيب وحنين، لكن ما عندناش الرومانسيات ورمي الورود وحبيبتي وعمر. استنى 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 استنى، شنو هي جنسيته السيد؟ كان ما تحبش تقول ما تقولش. ما لا 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 عادي، مصري مصري مصري. ما هو انت بيبيع كلام. باهي، تحيه للمصاروه الكل. اسمع، احنا كي نقولوا بياع كلام للمصاروه معناتها مش تجريح فيهم هما، اما تبارك الله هما مكلمين برشا، معناتها عندهم عندهم بسم الله ما شاء الله، معناتها احنا ممكن التوانسه كلامنا مختصر شويه، اما هما تبارك الله عندهم معناتها عندهم لغه تاثر برشا. صحيح، هو مثلا تحسك اللي يوفر لك الحنانه ويتكلم وحبيبتي عمري ويشغل لك وقتك، ووقتك الكل مليان بيه ومشاركه بيه، يعني هو انسان ينجم لو يستغنى اوتوماتيك على عالميه الكل باش يوصل الحكايه. باهي، قول لي كاني غلط، قول لي اثر عليك انت باش تاثر على صاحبتك باش تاخذوا الراجل هذايا ونوعا ما. الراجل هذايا على فكره ابو البيضا، الراجل هذايا اليوم اللي قايس يعني يكتب عليها اول انسان دار عليها هي انا. عليه؟ خاطر علاش بالضبط؟ هي نحن نورمال في تونس، يعني عندنا النظام الاشتراك في الاملاك وعندنا النظام اللي يعني فهمتها؟ التفرقه ولا الاشتراك؟ صحيح، وقت اللي تكتب هي ظهر هو قال لها لا نحن رانا قررنا طيب نظام الامن، مشى يا ولدي جا وطيب خيوطه في تونس ومشى، يعني هبط العدل ومد الاوراق وقد بنيته وحده، يعني حتى الانسان باش يمشيوا معنا لو غدوا مش قاعد مش نكتبوا، فهمتها؟ وقت اللي جات في باص الاشتراك في الاملاك جات عيني في عينها خبرتها هكا. هو يحب التفرقه في الـ في الـ في الاملاك؟ لا، هو يحب الاشتراك في الاملاك، هي ما تحبش الاشتراك في الاملاك، ما فهمتش علاش، خاطر هو ما عنده حتى شيء وهي عندها كل شيء. فهمتها؟ كي خبرت لها يعني حصلت هي قايده الدار وكتبت وقت كل شيء، كي روحنا للدار قلت لها راهي شنو هي حكايه الاشتراك في الاملاك؟ يعني من يوم ومن يوم راهو كل شيء، يعني حتى الزيزه تكتبوها 50-50 باثنين. فهمتني؟ حتى الكلمه مني ما قبلهاش، قال لي انت اول حاجه ما عندكش دخل، اثنين هي مراتي وانا حر فيها، وثلاثه تنجمي تسامحينا برا. شكر الله سعيكم يا بسمه، هاك عطيتني المراه وخذيتها لي توا شد. خدمه خدمها لي نتاع 3 سنين رجعت بدون مقابل. يا والله حويل، توا قال لك اتك على اليمين ارتاح وحاجه ما تدخلكش. به صاحبتك عملت اشتراك في الاملاك ولا عملت تفرقه؟ عملت اشتراك في الاملاك كما يحب هو، خاطر الوقت هذاك كي كلمه العدل قالت له وقف وعمل لي ستوب للعقد القران، قال لا اوتوماتيك انت تو مدرجه لكونك متزوجه، هذاك ما يقدر يتفسخ الا بموجب حكم طلاق. معناها ما سمعتش كلامك وعملت اشتراك في الاملاك كما تحب هي.
عملت الشراكة الأملاك وهذا هو قالها راني عندي أملاك اللي نملكهم في مصر الكل نقدر يعني نعملهم يعني زاد نشارك بينهم على كتاب محامي غازيكا ونعرفوا بينهم في الخارجية لهنا في تونس وفي سفارة مصر وتكون أمور مع العلم اللي هو ما عنده حتى شيء إنسان ما عنده حتى شيء. أوكي قلت لها باهي أنت باش تروح وأنا عندي توكيل مفوض يعني نتصرف أنا في بلاصتك عبارة أنت لهنا خليني تو أنا نتصرف معاه. استنى برك انت عندك توكيل؟ هي عملت لك توكيل؟ ايه عملت لي توكيل مفوض تتصرف في كل شيء في املاكها الكل كل شيء. وعلاش عملت هكا؟ بحكم اللي هي ماهيش موجوده لهنا وعندها يعني باش تشري دار ولا باش تشري تراب ولا باش اوراق ولا اي حاجه يعني ما تخدمش يعني كل يعني حكايه باش نهبطوا عليها من الخارج ونجيو لهنا هيك انا نتصرف في كل شيء. ثم ثقه كبيره 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 بيناتكم على ما يبدو حتى على كونتيتها في البنك كل شيء. شنو عملت بالتوكيل هذاك؟ التوكيل هذاك انا قديت لها باوراقها باش طلقت المره الاولى بحكم اللي هي مش موجوده على اي شيء. قال لك اللي هي تحب تطلقوا؟ لا مش هذا يعني على رجلها لون مش على هذايا. نسخه للمصري هذايا جديد؟ لا المصري لا المصري لا يعني جريت في الاوراق نتاع الطلاق نتاعها جريت لها يعني شريت التراب لهنا كل شيء نعمله يعني بالتوكيل عملت به الدنيا الكل. باهي توا صاحبتك ما سمعتش كلامك قالت لي نعمل اشتراك في الملكيه وهذا يا راجلي ونوعا ما حتى انت يظهر لي خليتك على جنب. لا وصاحبتي من النوع اللي تسمعك تاخذ منك تقعد في لحظه تغش منه هو اوكي تمشي معك في الخط وتحس الانسان اللي 10 سنين اذا يعني رجعت في صحه يعني لحظه الود والوفاء والسطيع بينه وبينها نولي انا يعني نطلع انا العدو يعني انا نصوبه في شو نشوه له في الصوره بتاعه فهمت؟ اذا تحت تاثيره هو ايه لا هو انسان غير عادي عنده قوة كبيرة في الاقناع انسان غير عادي انسان يوصل انت يسكر التليفون دي الجور على المرته ما يهزش عليها التليفون ما يكلمهاش سواء انت انا المدة الاخرى اخلاص عليه الباب دخلت انا قلت انسان اجنبي عندي في الدار وانا نطلب فيه وما يهزش عليها التليفون اخلاص عليه الباب دخلت له مقويك يا بسمة انا تحسني امرأة لكن انا مش امرأة خاطر انا متحملة مسؤولية حياتي وحدي يعني وريتها هي نحن واحد مش اثنين انا من اللي باش يمسها هي بالشرط انا مادامني موجوده لهنا انا ناخذ لها حقها منها شنو هي مشكلته الراجل هذايا ابار انه نوعا ما كما قلت انت بيع كلام وخليها تعمل اشتراكيه في الملكيه وكذب عليها قال اللي هو عنده املاك شنو هي مشكلته الراجل هذا؟ هو انسان هذا مشكلته هذا راجل سلم في دينته في صغاره في طلق مرته عنده 6 صغار طلق مرته وبطل تونس هنا على اساس في بالها اللي هو عنده 6 صغار ولا في بالها بالدنيا كلها زي السيتياسيون زي في بالها هو اصلا وقت اللي طلق مرته في بالها اللي من الاول في بالها هو اللي مطلقها ويكذب عليها شو ماهوش مطلقه؟ لا من الاول وقت اللي اول مره صار كونتاكت بينه على اساس انسان مطلق فهمت وهو يكذب عليها هو مش مطلق هو ماخذ بنت عمه ماهوش مطلق معناتها مازال معرس بها لكن طوى ما نحن في نظام تونس ما نقدروش ناخذونا مستحيل التونسيه تعطيها ما نظامنا مستحيل الحكايه فهمت؟ يعني هو كيعرفها هي صفقه والصفقه مربوحه وباش نخرجوا لبرا وباش نولي بزنس مان ومن وراها هي باش نستثمر ونعمل 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 اوكي طلق مرته ما عليه من السلاح ما صدقناهاش الحكايه الا ما رينا يعني القيد العائلي والقيد الفردي نتاعهم اللي هو مطلق معناها طلع لمصر طلق مرته وعاود جاكم باش ياخذوها بزنس صفقه فلوس جسر عبور ظاهرة انسان تصور انت يعني ما نعرفش انسان يعيش في وهم ساعات تعود بجنبه ويكذب في كذبه وانت تقبله في انه اللي هو يكذب وما تقدرش تقول راك تكذب انت زادت عدت عليك لا انا ما تعدتش علي انا فيقتها لكن انت في البدايه اللي اقنعت صاحبتك باش تاخذه انت اللي شدت فيها صحيح وقلت لها هذا هو الراجل اللي طمنك خذيه تربحيه انت قلت لها انا قلت لها راني شان نقول لك انا قلت لها لو حكايه اللي بس تلاقى ذي شلقت بها من بعض لا مانيش نلوم عليك يا بس اخي انت باش تقدر تحكم على حاجه انت ما شفتهاش انا نجم نحكي لك راني انا امراه اعمال وعندي وانا ما عنديش يا بس انا مانيش نلوم عليك لاني لا مانيش محكمه راني اما جيست راك انت زدت تعديت عليك وخليت صاحبك تقتنع بالكلام نتاعو واثر فيك الراجل هذا ايش حبيت نقول لك وكهو تعديت عليك حتى انت صحيح لا تعديت عليها بنسبة 99% تعديت عليها ايه تعديت عليك وتعديت عليها هي باهي توا صاحبتك مازالت معارسة بالراجل هذا علاقتك بها كيفاش؟
ما عادش عزة على خد، هي نتقطعت علاقتي بصحبتي من 14 جانفي. علاش؟ هو حط يعني هي يعني طلع فيك العيوب انسانة معاك في الدار هاي. يكذب عليها على اساس هو يداوي، هو يكذب عليها. راني مشيت للطبيب والطبيب يقول باش هي ما تنرفزوش ولا هي ما تضغطش عليه، لو عندي بوادر جلطة هو ما عنده حتى شيء. نمشي للطبيب نسأل يقول لي لا مدام لو ما عنده شيء راهو لاباس راهي الاناليز نتاعو. اما انت مهفه كبيره يا بسمه، انا من وراها راني كل شيء مخفي. هي هاني قلت لك انت ها انت مهفه كبيره وكانك تحب تكفر على ذنبك لانك انت كنت السبب وقتها باش خذيت الراجل هذا لصاحبتك الخدمة اللي خدمتها انت زادة باش تبربش من وراه وتعرف بعلمها على فكرة. يعني هي معايا بالواتساب وتسمع في كل شيء، يعني ما فهمش كلام ما نقول كل شيء يعني بعلمها. انسان يوصل يكذب عليك يقول انا عملت تحليل ب 120 وطلعت النتيجة بتاعه سلبية وتمشي انت يعني ما هوش موجود في السيستم جملة. يعني انت قاعدة تطلع له في كذبه. انسان يكذب عليك اخي احنا توينس انا نعرف صارت الجيم قد ايه صح ولا لا، ما تهوش 60 دينار انت تكذب عليها تقول على السيونس يعملوا فيها في تونس ب 120. يا ودي اخي احنا رانا في تونس نعيشوا راني نعرف، ما تتعداش علينا ما تتعداش علينا. كيفاش لبست صاحبتك كيفاش لبست الحكايه وما صدقتكش؟ لا لا هي مصدقتني ومعايا تسمع فيه وتسمع في التليفون تقولي ريتو اطلع يكذب شفته طلع كذاب. لكن فجأة كي انا موافق هي كي تهبط من برا يعني اول انسان انا نعرف هبوطها ونعرف ونحضر لها امورها ونعرفها تهبط بحذايا قبل ما تطلع لدارها فهمت؟ الهبطه الاخرى ما هيش عاديه، الهبطه الاخرى قبل بثلاث ايام كلمتني في التليفون قالوا انا طبعا الحمد لله نحن ديما كونتاكت ما تبعدنا لبعضنا كان غمضه النوم فهمت؟ المده الاخرى عندها الوالده نتاعها مرضى كورونا. مرضت امها كورونا بحكم اللي عندها اخوها عنده صغار في الدار وانا وحدي في الدار بنتي تقرا في مش بحدي بنتي في تونس. ما فماش عليه داري داري واقعه وانا وحدي قلت لا اخوها قلت خلي اخوها اللي كان خاطبني على فكره هاي يعني قلت له ما فماش مشكل امك تجيبها عندي امكم هنا ديجا مرضت بكورونا وتعديت الفتره وتعديتني. باش نتصور باش تعاود باش تجيني باش تجيني قريب خفيف. ماذا جات امي مريضه بكورونا بحكم اللي انا وبناتها اصحاب اصحاب يعني ريتها صحبتنا خلتني نغض النظر حتى على الموت يعني عادي انسان عامل معايا البيت هذيك امك ما هيش حد اخر. ما بينتكمش ما بينتناش. جبتها عندي بقت عندي 6 شهور وبعدين يعني كلي الطبيب حكم عليها يلزمها العنايه المركزه يعني يلزمها سبيطار. مش مشكل يعني بقينا المده هذيك يعني هنا نمشي وهنا نطل هاي معايا المرأة في الدار اصلا هو هذاك يهبط باش يطل عليها نقول له انت مناعتك ضعيفه ماكش عامل بس ما غير ما تجي ما تطل عليها حتى من البله هذا هيك تشوفها من غادي كرا وهذا مرض كورونا ماهوش مريض عادي. بس الليله الاخرى تعبت امها على الاخر هزيتها للسبيطار بيتها معاها تصورين مرأة وحدي بيتها معاها للصباح للي عملت لها السكانير عملت لها الدنيا كل جا اخوها جات اختها مرت اخوها يعني مشني وحدي عملت وهما بالماده وانا بصحتي هما بالماديات وانا صحتي. اي هي المده هذيك كلمتني شنو اللي لازم لامي يعني باش نبعت لك فلوس وقتها وفاتنا يعني جو سيري. لي 17 جانفي جانفي براس العام في جان لا 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 قبل 17 جانفي خاطر قلت لك قصيتها 14 ديسمبر انا في ديسمبر حصير صارت لي الفازا في ديسمبر فهمتني؟ وقتها خذرت لها قلت لها يعني المونتون كذا كذا قالت لي توا امشي اجبد يعني قبل ما خاطر غدوه جوفري عندكم في تونس مشيت اجبد يعني هي حس لي خاطر هو قاعد تعديت وهو موجود وهي بعثت لي بحكم اللي هي متعرفه هي وياه هو ما في بالوش يعني فهمتها؟ وين ماشي قلت راني ماشي على مش نمشي للبنك راني باش نجبد فلوس راهي بعثتهم لي بلمها باش نمشي غدوه نعمل لها سكانير وحده كل شيء ما قبلهاش الحكايه فهمت؟ ما الحكايه ما تقبلتش يعني انا تعديت. هذه أول مرة أول مرة تجرى لك حاجة معها كي هكا صحيح هذه الأولى هوني بديت تفهم أنت نوعا ما فما حاجة تبدلت صحيح اثنين يعني هي كي باش تهبط يعني تكلمني في بالي نعرف كل شيء نحضر دنيتنا نحضر كل شيء يحضر قبل ما تهبط يعني كي تهبط هي تهبط نحن للفاكونس يعني باش نتفرجوا ببعضنا ماهيش باش أنا خير من يعلم يعني هي هي توا تعيش في مصر ولا تعيش في تونس؟ شكون؟ صاحبتك لا 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 تعيش في دولة أوروبية دولة أوروبية باهي تو بديت تفهم هو خذاها صفقة أي
اي فهمت الحكايه؟ فاهمه صاحبتك اللي هو خذاها صفقه مستوعبه هذايا؟ فاهمه ماشي فاهمه على فكره، فاهمه تمشي معاك في الخط وتقول لك النجم يكون طمع فيها ويحب انسان اللي تصور انت هو قاعد لهنا وهي تصرف عليه، يعني حاجه توقف المخ، كيفاش رجل اعمال وانا نصرف عليه؟ كيفاش انت تزيف في الصوره لاخواتها وتكذب عليهم واللي انا شريت وعملت وعملت باش نعمل مشاريع، هو اصلا حتى لهناك ما يمشيش يجدد الاقامه نتاعو، حتى على الحاكم يكذب عليه يقول لهم راني انا عامل راني بزنس مان، انت ما عندك حتى شيء باش يقول لك هات هات الجستيفيكاسيون الكلام صح ولا لا؟ ما عندك حتى شيء. ما تكذبش. صاحبتك قداش عندك ما ريتهاش تو؟ انا صاحبتي عندنا توا شهر وجا لا هي روحت وعلاقتي بها وقفت من نهار 14 من نهار 14 جانفي. صاحبت لك التوكيل اللي عملته لك؟ لا انا عطيته لها وحدي. وعلاش عطيتها التوكيل وحدك؟ عليه؟ عطيتها التوكيل وحدي يعني يعني حاجه فايته تعاود. حتى اللي صار بيني وبينها اخر نهار ما كنتش نتصوره جمله. لو ترجع صاحبتك تقول لك راني غلط غلط مستحيل. لا 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 انا لا انا مستحيل علاقتي بها ترجع، واثنين مستحيل نكن لها الشر ونحبها ونحب لها كل خير خاطر هي الانسانه اللي تحب لها. علاش صار علاقه ما ترجعش بيناتكم ما دام هو فيها الحكايه؟ مستحيل ترجع، مستحيل ترجع. هذه صاحبتي راني هو باش يخليك كورونا. سامحوني بابا يقول لي انا اكثر انسانه كرمتها وقت مريت الكورونا. ايه يا بسمه ايش نقول لك ايش نقول لك ايش نقول لك ايش نقول لك؟ شوف ايش نقول لك، قلت انا غلطت راه كنا غلطوا، هي هذاك هو تقييمها للاشياء، عرست براجل قد تكون كانت تشوف الرجل المثالي المحليه، انت زادها تعدت عليك الحكايه وتنجم تكون غلطت، بعد تنجم تفيق وتقول لك راني غلطت وانت صاحبتي. لكن انت ما تعرفش شنو اللي صار لي. شنو اللي صار لك؟ وجعتك وجعتك منها؟ صاحبتي وجعتني برشا، صاحبتي جات لتونس ويعني نسمع بها معايا في نفس الدار وبعد اربع ايام شفتها على اساس جات البارح. صاحبتي الناس اللي عملت لها انا كونتاكت ويت بها خذت ارقامهم ولات عم في علاقتها وحدها من ورايا. صاحبتي راجلها يوصل يقول لها هذيك باش تاذيني في تونس تمشي تعمل تمشي للمركز تقول لهم اذا صارت في راجلي حاجه وانا مش موجوده راهي هي. صاحبتي مشات لخوها، خوها في الدار مع مرته ونسال ربي يهنيه وحاجه وفات وانتهت، تمشي تمشي لخوها تقول له ما دام هذيك موجوده في حياتهم ولات تحس هو اكلي ولا وسواس خناس. فهمتها؟ هو يجيك يجيب لك كلام قالوا 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 يعني اكل هزان والكلام والجيبان، انا مشني منهم يا بسمة. ما مدش بدناي انا كي نسمع كنت تقول فيه وقت نحاسبك على كلامك يا بسمة. ما دام اللي قالوا لي راني ما نصدقهاش يا بسمة. اسمعني دقيقه بركه خاطر الوقت باش ناخذ تليفون اخر. اسمعني هاني قلت لك بكون انا غلطت وانت بيدك غلطت يا بسمة، هاك غلطت وخلينا تاخذ الراجل هذا من غير ما تفهم. انا شردتني انا وبنتي البر. كيفاش طلعتك من الدار؟ هي انا بحكم اللي انا كنت يعني نسكن انا في البريمير ايتاج وهي في الدوزيام، احنا ما بيناتناش ديار ما بيناتناش فلوس ما بيناتنا حتى شيء. فهمتها؟ انا عندي داري ما زلت نكمل نبني فيها، الوقت اللي انت تبني فيه علاش انت خارجه علاش باش تقعد تكري 400 ولا 500 دينار؟ انت ابقى لهنا وهات في الدار دار دارك لليوم تكمل دارك. صاحبتك كلمتك قالت لك راني غلطت يا بسمة ايش نرجع كما البارح كما اليوم؟ نرى انها مستحيله صعيبه برشا. تقول فيها وانت مش مقتنعه. وراس خويا مستحيله خاطر رجعت برشا. لا لا اسمعني انت تقول فيها وانت مش مقتنعه. خدتني من الدار وخرجتني من الدار. قالت لي سامحني من داري هنايا قبلك. انا انسانه تحب نتهنى. جاتك صاحبتك وقالت لك راني غلطت. ركز معايا شويه، غلطت غلطت. انا اخطات. كنت نغزر الامور بالغلط. غلطت. غلطت. شفت حاجه مغالطه. اخطات. سامحني. لا اله الا الله. نرجعوا صحاب لكن ما عادش ترجع العلاقه كما كانت خاطر عبد موجوعه منه ما نكذبوش. تهون عليك باش تخليها فاس فاس معاها؟ اختك صاحبتك عشيرة عمرك لو الراجل هذا انا عندي اختي في غربه انا نحبها هي اكثر من نفسي تعرف هذه رحنا توري علاقتنا فريتها. انت هاك ما زلت تحبها انت من غير ما تفيق. باهي هاك ما زلت تحبها من غير ما تفيق خاطر قلت لي تو نحبها اكثر من اختي. يا بس هي انسانه صاحبة فضل علي، انسانه في يوم ما وقت اللي تحس انت العالم الكل بوف لوحك هي الانسانه الوحيده اللي مسكت معاك في حياتك، هي اللي عملت معاك الباهي.
باهي بسمة 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 بسمة، توعدني بحاجة، خلينا نسكروا الباب بالإيجابي. لو المرأة هذه اعترفت لي هي غلطة، قالت لك يا بسمة راني غلطت، نصيحة مني ليك، ما تكونش أنت والزمان عليها، غلطت هي قد تكون في اختيار شريك حياتها، ما تكونش أنت زادة كيف كيف ضدها. شكرا ليك يا بسمة صديقتي، يعطيك ألف صحة، وبربي نصيحة نختم بها المشوار، أعركوا وخليوا للصلح مكان. بمعنى شنو؟ راه كنا نجمو نغلطوا، وكنا نجمو نغلطوا في حق الناس اللي قراب لينا مهما يكون، ولكن لما يجي إنسان يعترف لكم اللي هو غلط وأخطأ في ذنبكم، ما فيها باس، أقبلوها النصيحة هذية، ما دام ما وصلش نوعا ما من نوعا ما الخطأ، ما مسلكمش الكرامة متاعكم معناتها وجرحكم برشا. بمعنى شنو نحكي هكا؟ اللي صار هو نوعا ما تقييم غلط للأشياء، صديقتها غلطت خذت رجل آخر، نوعا ما تبدلت مع صاحبتها، راهي تنجم تفيق، ما تعرفش وقتاش، بعد مدة، اليوم، غدوة، ما تعرفش وقتاش نجم تفيق وتعرف اللي هي خسرت شريكة حياتها في الدنيا، صاحبتها، أقرب ناس لها. متواصل معكم يا سيدي حتى لهذه الساعة نتاع الليل. حاب ديما نذكركم أن طريقة المشاركة في البرنامج ما تشير كان عن طريق الفيسبوك، تدخلوا على الباج ديونا فيم، تكتبوا رقم التليفون، الاسم واللقب، كلام الليل حتى لهذه الساعة. كلام الليل، انتم ما تسمعوا في كلام الليل حتى هذا المذي ساعة متاع الليل. كلام الليل متواصلة معاكم، السلام عليكم مما كنتوا تتابعوا فينا، شكرا على المتابعة لهذا البرنامج، ونعرف تقريبا بنسبة كبيرة اللي يبدأ حكاية من نجمش يفلتها، تسمع في حكاية تتبعها للدقيقة 90، مش بنية انه احنا كالفيلم، لا مش كيفاش بيشتوف الحكاية، لانه احنا الحكاية ما ناخذوش الجانب التشويقي فيها بقدر ما ناخذو الجانب اش باش نتعلمو منها، اش باش تزيدني، اش باش تضيف لي، شنو الدرس، الدرس اللي نجم نعرفو ونفهمو من الحكاية اللي تحكيت في البرنامج، كيما الدرس اللي نجمو نتعلموه من عند لميا. مرحبا يا لميا، شنو احوالك؟ مرحبا خويا، لاباس عليك؟ الحمد لله على ربي، يعيشك، سلم عليك برشا. يا لميا تكلم فينا منين؟ يعيشك يا لميا، منين تكلم فينا؟ نعم، جابس، من جابس، مرحبا بيك، اهلا وسهلا. معيشك. قداش عمرك؟ 33. 31 لا ريزولو كان تبدل بلاستيك يا لميا. اوكي 30 قلت لك. 30 عام. مرحبا بيك. اش تعمل؟ تختم تقرا؟ اش تعمل في الدنيا؟ نقص في الدقر. في الدقر. عليه؟ ما لقيتش خدمة ولا؟ والله حكيت طويلة أنا ديجا، ظروفي صعيبة ما عرفت. منين تحب نبداو؟ خلينا نبداو من الأول، واحدة واحدة. اوكي. قداش عمرك عرست يا رمية؟ 21 سنة. 21 عام، زواج شنو تقليدي عن حب شنو بالضبط؟ والله مش في بالي عن حب يا اخي، في الاخر طلعت اني مش عن حب. اش معناها مش في بالك عن حب؟ ما عرفش، صغر يمكن وقتها في المراهقة، ما نعرفش معناتها. انت حبيته وقتها الراجل هذايا؟ يمكن، انا مش يمكن، لا وقتها شنو الشعور اللي كان موجود تحسه؟ من قلت لك وقتها صغر وديجا ما نعرفوش، حتى كي جاي خطب معناتها ما نعرفوش، اول مره نشوفه في الخطبه معناتها حكينا يتسمى زواج تقليدي. لا تعرفت عليه وشفته في فيسبوك معناتها، اما مباشر ما شفتهوش معناتها. معناها اول مره جاء سامحني، اول مره جاء خطبك. وتنجم معناها سامحني راجل ما قابلتوش في الدنيا، نجم تقبل بالخطبه نتاعو؟ ما قابلته حتى مره، ما تعرفش طبيعته، كيفاش يتكلم، كيفاش من قلت لك حكينا بار تليفون، انت تعرفت عليه في فيسبوك. والتليفون ينجم يوصل المشاعر وينجم يخليك تميز بين الانسان الباهي والانسان المش باهي. نسال فيك رانيا، ما نعرفش، ممكن انت وقت تقولي ايه يوصل، ما نعرفش انت كيفاش، كل واحد وكيفاش حالتك وكيفاش طبيعتك. انت وقت ايش حسيت؟ انا حسيت وقت مش كما قلت لك صغر في المراهقه، حبيت كنا نخرج من الريت نتاع دارنا، ما بيت نعرف علاش بيه دريت نداركم لي. عندي بابا في برشا وظروف صعيبه، ما نحكي لكش على الخير ما نتدار. انت هربت من القطرة على ما يبدو، جيت تحت الميزاب. تعرف المثل؟ تعرف المثل؟ نعم. هربت من القطرة جيت تحت الميزاب، هذاك هو. أكيد. انت صغيرة في الدار ولا الكبيرة؟ لا الوسطانية. الوسطانية. خواتك الكل هكا نفس الحكاية، هربوا من
نوعا. لا 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 على فكرة حكايتنا احنا اخويا مجال صغير مجال يقرأ وعندي اخت واحدة ديجا هم وقت يجي يخطو فيها انا اخو ما ترى اختي يخذيها معناتها من غير ما يعرف. استنى استنى الحمد لله كي جاي يخطف فيك خوه جا معاه واخذ اختك شو ما يعرفش اول مره نشوفه مكتوب امه مكانيه ورجل اختي عسل الدنيا وحق الله يرحم والدي معناتها سبحان الله كيفاش لا ها كل شيء بالكذب الحمد لله شيء بالكذب 21 عام جاء خطبك قلت لي ياخذ الرجل هذا ناخذه وعلى الاقل نخرج من دارنا من صعوبيه بابا من المشاكل اللي قاعده تصير الظروف الماديه كانت صعيبه مع داركم اي اكيد الله خلفنا تخدم انت وقتها ولا لا يا لمير في الدار والله نخدم مره نبطل كما راك كيف والراجل هذا يخدم اللي خذيته وليش وقت تعرفت عليه يخدم لابس عليه لما احنا عرفنا منه هو الراجل تبدل كومبليت معه منه معناتها شنو اللي تبدل فيه كيف عرفته والله اول حاجه مشاكلنا بدات من احنا مخطوبين حذر ياسر نحب نخرج مع دارنا لا نمشي لا نجي ما نحكي لك ما تعرف راجل حذر هكا عرفنا تبدا ما انت ولا نهار يخدم على شلال ديما بطال شنو خدمته عامل يومي هو خدمته هيك كرسي ما مطعم نهار يخدم نهار ما يخدمش علاش هو يحب هكا ما عرفش انت مروح لي حتى يتعاركوا وعرفوا بطل ما انت بتخشموا هيا كيفاش تاكلوا تشربوا الله يبارك بخشمي ما قلتش لا انا راه اما هو عنده عائلة وعنده مصروف أكيد. وعنده صغار وكرا و قلت انا وصغاري جمعة ولا ماكلة لا شراب معناتها سوى معناتها اش قلت لك حكايتي طويلة بلا اسمي تعذبت في حياتي في صغري مرمت باهي خلينا نفهم حاجة انا توا يبطل من الخدمة يصبح راقد اكيد كي يصبح راقد وتجي انت باش طيب وباش تاكل وش يعمل وقتها كيفاش يجيب الفلوس باش ينجم ياكل وعيشك ويعيش يدبر في راسه يتسلف منا ومنا ومنا ما تعرف من وبعد يجوا لي انا للدار معناتها نحبوا من الراجل لكن نحبوا نحبوا ما قلت مش مدخلني تو انا جيتكم معناتها ولا كبوت سيدة على راس هذا كل مره ياخذ من بلاصه يحط في بلاصه به لحديش تواصلت الحكايه يا لميا خلوي شهير شهير ونصف شهرين الماكسيمو سافاما تاني بعد الرجل تبدأ قلت نشاكل ولا يضرب يصحب برشا في البنات ما نحكي لك شنو يعني يزي بطال يزيد يصحب في البنات لا غلط مش نعم بربي كيف صحبها كيفاش تصرف عليها نحب نفهم انه هو بطال والله ما نعرف ما عند حد انا صاحبها في فيسبوك ما انت الاكثر الاقل ما انت مشاكل يتقابلوا ما نعرفش وكيفاش فقت انت يا لميا بالتليفون بالفيسبوك معناتها تتبع فيه على تتبع فيه على الفيسبوك وقتها شكيت وكل شيء بقيت نتبعه ما زلت ما شاء الله بيراتيتو نو ما شاء هو يرقد وانا شاد التليفون فرت ومش عامل كود لا اول مره مش عامل كي شلق بيا نشوفه ونفسخ المساجات كلها ولا عامل كود حكيت معاه قلت له راه وفقت بيك هكا وهكا طبعا وديجا امه وشلق امه ومعناتها وريت لامه كل شيء حكيت مع امه ومعناتها يعمل لي عركه ومشكله كيفاش كذا شو تتشك فيه واللغه هيك حسيت علاش وريت لامه علاش ما حكيتش معاها فاس فاس طبعا وصلت مشكله وعركه ما زي دراجه مش باش يتربى معناتها به على ما يبدو عشتوا هكا بالطريقه هذه نهار يخدم نهار ما يخدمش هنيت على روحك بمنطق ال 9 سنين وانا 9 سنين صابره معناتها متحمله هذا الذل متحمله الذل بالخيانه معناتها ما احكي لكش معناتها الجوع الكريم مش خالص 9 سنين وانت صابره خيانه وخيانه وبطاله فقر هو مش قلت ريتا كي يبدا يخدم يصرف ويشري الكريم مش خالص شهر شهرين ولا دانا مخرجني من الدار ما نخلصش وشكرا يبدا ما عندوش ما يجيبش معناتها ايه اما مش عيشه يا لميا معناتها الراجل مش مسؤول جمله هذا ما غاش باش نعمل انا في زوز صيلات نرى في مقدمي كاش ما متمرن بيه انا تعرفت برتا راه خاطر كيف تحكي مع الوالده نتاعك تقول لها راهو راجلي الوالده نتاعو بليتو سامحوني شو تقول لك؟ انت امه هو امه هو شو تقول لك؟ قلت مره تحكي معاه مره تصفي الضوء كل مره كيفاش زين لو ما يفضل اي حد يشوفه بيا هو تبيك عاود حياته ما تعرف
وانا نعاني زوج صغار. لا ماكش تعاني، لا لا هذيك ملايكه جابها فيها لك ربي، خلى ربي يخليها لك وان شاء الله ربي. ما تمرمت خاطر ظروفي سعيده فيك على الاخر، لا ينفق لا يصرف حتى شيء. لميا انت اخترت انك سامحوني في الكلمه تتضرب وتتهين وتبيت جعانه ومع راجل غير مسؤول على خاطر صغارك، ولا على خاطر الكلمه اللي تتقال هذيك متاع مطلقه وهي باش تطلق وهكا؟ من خاطر الزوج، على خاطر الاكثريه، على خاطر صغاري، ما حبش يتحامى من جوه، ما حبش يحس بحد شيء. اللي جا ومشيت نشوف والله بصدر. والله ما فما حتى حد يحب صغاري تحرمه من بوهم من الوالدين، اما ما فما حتى حد يرضى انه مراه تتهين وتتضرب زاده كيف كيف. الله غلط هكا مخي انا وقتاش قال لي ما قلت لك صغر وهكا مخي. وهذا الميساج اللي حاب نوصله لكل امراه، راهو كل حاجه في بلاصتها، انه صغارك ما يتحرموش من بوهم، راني انا معاك في هذا، اما انا ما نرضى لك زاد اللي انت تضرب واللي انت تتهين واللي انت تتخان بيتي علت، اسكت وما تتكلمش. موافقتني لمي على الحديثة؟ اكيد ما كلامك صحيح معقول تمام. لا ما قلت لك وقتها لو يرجع بك زمان التالي كنت تطلب طليق من اول عركه صارت بيناتكم، معناتها هذا مما لا شك فيه. ما هو كي نحكي معاك توا نتصور الانسان يبدا يرجع روحه في الوقت هذاك، علاش عملت هكا هذاك هو. اما لو يرجع بيا زمان التالي راني ما نقعدش في نفس الموقف. ديجات هذيك دخلت في ديبرسيون وما نحكي لكش، معناتها نهار وطول بدات مسكر بديت مسكر عليه ما نخرجش، مرضت بالرسمي قلبي وجعني على الاخر. انا لطف عليك. طلقت ولا ما زلت؟ انا عندي 3 سنين طلقت. طلقت مطلقه معناتها ويضرب ويخلي ما يهدد فيا. شكون طلب طليق انت ولا هو طلب طليق؟ اللي وريك غرب هو اللي طلب طليق مش انا. وعليه؟ ما عرفتش سد تعب والله. على ضرر ولا شنو الطليق اللي انشا؟ بالتراضي. وانت قبلت بالتراضي؟ لا غلط، فديت من التهديدات نتاعه وفديت من العنف نتاعه. اي وصلت قلت لك وقتها فولت بريود معناتها ما غفلتوش هذا معناها ما خذيتش حتى ما خذيتش حقك. حقي انا لا، انا حق صغاري حل حاكم حكم بي معناتها، انا ما نقول شيء معناتها اكيد. لا يزي بالتراضي، لا يزي مش تاخذ في حقك، لا يزي هو اللي طلقك. علاش يا لمية ما تسحقش هكا راك؟ علاش؟ نعم دمرت في حياتي، دمرت حياتي كل صغاري اللي محسوس. انا تو 30 30 سنه ما عتم كل صغير هذه ما زال ما هو شيء من الدنيا، ما زال ما عرفتوش وانا هنا مش قلت لك نعاني معناتها متعرضه في حياتي. انت تعاني ممكن من المخلفات نتاعو، اما الصغيرات هذوكم راهم ان شاء الله ربي يعينك باش توصلهم لبلاصتهم الصحيحه. يعني بالطبيعه انا هكا غلش نجري على خاطرهم تو، ومسؤوليه كبيره تستنى فيك باش تقف معاهم. ديجا قلت لك حتى تقعد انا حلاتي صغيره معناتها دار ما عندهمش، انا ما عنديش صغاري ما نقدرش. الراجل هذا اللي طلقك عاود حياته؟ اكيد عرفه، ربي يواجهه خير وربي يهنيه ويسال على صغاره ويجي يشوفهم ابار النهار اللي يحكم به الحاكم، يجي يشوف صغاره. لا ما يشوفش خاطر بعيد عليه، خاطر هو مش في جالس مش جالس. لا يصرف لا يصرف لا يجي يشوف صغاره ولا شيء؟ لا يمشي يجي على خاطر انا مهبطته في الريشير هكا. علاش؟ ما تهور الريشير شيء تو. اما قديش من عام ما خلص؟ صراحه ما انت حد كلمتي بلاش ما انت ما تعرفش كلمتي نحب نوصلها رجال حاكم ما هوش واخذ لي حقي. هو ايش نقول لك؟ انا مره حكيت مع شكون سالته قلت له يا اخي بربي الناس اللي يهبطوا في الريشيرش هذوما برشا، مراه تقول لك راجلي معتبره راجلي هبط في راجلي ما يخلص في النفقه وما وصلني حتى شيء. يا اخي لهالدرجه هذه ما نجمش يوقفوا الحاكمه؟ شوف يا لميا راهو اذا وقفوا حاكم وطلب منه الهويه وضربوا على الجهاز والقوى الريشيرشي راهو الوقت يتوقف، راهو كون متاكده من هذا. ايه كون متاكده، اما هو ممكن ثم احتياطات يخو فيها ما يبعد شويه على التجمعات، ما يقعدش في قهوه، ما يقعدش في مش عارف شنو، ما يركبش في نقل عمومي، يحاول الماكسيموم بوسيبل ما يقربش لل. شنو الحل معناتها؟ نغسل الضحيه كيكا ما تمرضينش نعيشوا في الشارع. جا بابا راجل كبير تعب باش كيفاش تعيش انت توا لميا؟ لميا كيفاش تعيش؟ كيفاش تصرف؟ كيفاش تاكل وتشرب؟ والله الله يرحم صحيح العبيد يعاونوني شوي شوي. ساعات نقعد هكاك، ديجا عندي ولدي يقرا في المدرسه والخريف في الخدمه،
ما عنديش باش نخلص بنتي روضة، ما عنديش باش نخلص لها ما غير اللمشة، ما غير المكتبة، ما عندي دين، ما عندي نزع عن كلبي، مش عارفة مين خلص. تتكلم راجلك تقول راني طريقك سمحني راني هكا وهكا، ايش يقولك؟ يقولك ما عندي ما نقدر، ما عنديش ما نخدمش. بس تعبها الحكاية كيف راجل يتملص من المسؤولية. مش عندي ما نقدر، الله ما خيبها، معناتها هذوما ما خيبوا الشعور، هذوما صغارك حاملين اسمك. أكيد. معناها قداش من كوبل تلقاه طلق، طلقت مرتي، أما صغاري نصرف عليهم ونسأل عليهم ونشوف شنو ناقصهم وش زايدهم. المفروض ما تفهم، مش أنا غالب هذا مكتوب لو لا. ربي قداش حكموا لك نفقة يا لميا زوج صغار؟ 350، زوج صغار ومنحة سكن على أساس كذا باش نكفي. بين منحة السكن وبين الصغار 350، 350 عنده عام، هذوما بريسك 4 ملايين وشوية. أكيد. يلزمو يخلصوا. أكيد. باهي شنو اللي يمنعك باش تخدم لميا؟ علاش ما شفتش خدمة ما عليه؟ لميا. نعم. شو بيك تعبت؟ نعم. قلت لك تعبت يا لميا؟ نعم تعبت، حياتي تعبت، قلبي جا فيا. شنو اللي يمنعك باش تخدم؟ قلت لك سألتك شنو اللي يمنعك باش تخدم؟ خاطرني صغاري صغار نجي نحط ويقرب بعيد عليا نهز ونجيب نركز. انت تعيش في دار بوك توا؟ والظروف على قدها، تعبين شويه الظروف؟ اكيد. ما ينجمش. انا البارح معطيني في الارجونس، معناتها تصور انت صغر سني عندي اعصاب في المعده وقرح في المعده، معناتها تعبت ورثني في حياتي، مربط لي ماكسيموم معناتها. لطف عليك. باهي شوف يا لميا. نعم. الله يرحم والديهم الناس كيف يعاونوا، باهي كيف واحد يلقى شكون يعاونوا يعطيه مكتب من ربي. اما مش ديما، اما مش ديما صحيت، وما نجموش نعملوا عليها وما نجموش نبازيو عليها، لانه في الاخر ايش نقول لك؟ ما يغلبك كان انسان يجي يقول لك اعطيني، تصور انت ولدك جعان يقول لك اعطيني راني جعان. والله قسم بالله ان قلبي يوجع من نبكي بدموعي، معناتها يقول لي ولدي اعطيني، يقول لي والله ما يا لميا داركم ما ينجموش يعاونوك شويه في مش في الفلوس، في شدين الصغار بمعنى يتلهوا لك شويه بيهم هما. بابا راجل كبير وامي مرا كبير، ما يقدروش من الشمس. خواتك ما فما حتى حد بعيد علي تسكن، ما عرفت بعيدة ما يشي جيبس، وخويا في تونس معناتها ما عندي حد، كانوا جربت إلى متى باش تعيش هكا؟ غير نموت، لين نعمل فرح تبدا نعمل جريمة. سامحني لي؟ لين نعمل فرح جريمة نرتاح. لا لا لطف عليك لطف عليك. والله نرتاح من صغري، صغري كله ما تعديت متمرمدة أنا. يا لميا يا لميا اغفر لي. أنت مش كيسيون باش ترتاح، كيسيون باش تبدا المعاناة بعيد الشر، احنا نحكيو فيه هذاك الكلام غش توا أنت تحكي فيه. اما باش تبدا معاناه صغارك، تصور لو كان عندك زوز ملايكه كي هكا، شكون بيهم؟ شكون باش يقف معاهم؟ شكون باش يربيهم؟ مشوار كامل. هكا يقويني حتى انا تو هكا يخليني نعيش معناتها خاطر هكا زوز صغيرات. قداش عمارها من صغيراتك؟ ولدي 7 سنين وبنتي 5 سنين. 7 و5 سنين. تسكن في جيب السونتر وصل نجينا. اذا ما تحبش تقول ما تقولش، خليك على راحتك. باهي نتجاوزوه السؤال مش مشكل. ماني تعرف علاش تعرف علاش نسال انا هكا باش اللي يعاون على الاقل يعرف روح وين ينجم يعاونك. فهمت علاش؟ باهي مش مشكل. دونك اللي كان انا باش نخلي اذا كان ثم شكون يحب يتواصل معاك لميا خلي لك رقم التليفون. شكرا ليك يا لميا، يعطيك الف صحه. صعيبه انه مراه تلقى روحها وحدها مع زوج صغار لازم تتقف معاهم، و ورجلها تملص من المسؤولية، طليقها بليتو تملص من المسؤولية وهرب. هوني المرأة تسأل السؤال الفلسفي، كيفانا في دولة قانون علاش راجل ما يدفعش النفقة؟ كين تمشيو للمحكمة وتشوفوا القضايا المتلتلة متلتلة جدي بيان للسقف، راهو معناتها راهو أكلها الغبار بالألاف، ألاف قضايا متاع النفقة، ناس مش قاعدة تدفع في النفقة. تعرف اللي ما عندوش ممكن يقف قدام القاضي يقول له راني ما عندي سيد القاضي، راني بطال، راني هذاك هو ما فماش،
تحب تحبسني حبسني. وهذه مرة معناتها يحكي لها القاضي قال لك موجودة موجودة بالأدلة، يطلع السيد بطال حكمنا عليه دولتون كي كان يخدم توا بطال. أما والله نبقى باهت في في راجل يخدم وميسورة ولاباس والحمد لله و... ويهرب يتملص من المسؤولية، يحبش يدفع وكأنه مش يتفهم الإنسان براني. هذا ولدك، هذا بنتك، أنت مسؤولة عليه باش تنفق عليه. راهي النفقة ماهيش عقاب، بمعنى هيا الدولة قالوا لك الخطية، ماهيش خطية، هذوما فلوس يلزم يمشيوا لولدك. وتحية للناس اللي ساعات الحاكم يحكم ب 200 و 300 دينار نفقة وهو يعطي في مليون، خاطر عنده لباس وميسورة. ما يقول لك نعرف ما نحبش ولدي يحس بالنقص ولا إلا هاكا 300 دينار ونخبي وجهي، لا أنا نصرف عليه من الأول حتى للآخر. كل حد وظروفه صحيح، معناتها ما يجم حد يحكم على ظروف حد، أما في الآخر يلزمك تحس اللي أنت مسؤول على زوج صغيرات وأمهم. صحيح في المكتوب، أما النسب يقعد موجود وما يتمحاش في بطاقة تعريف هذاك ولدك وإلا بنتك. وعيب أنه بعد خطر الصغر ثبات بعد سنين يقول بابا خليني نقص ألف حاجة. متواصلين معاكم حتى للماضي ساعة، كلمة الليل باش نجم تكونوا موجودين معانا، الاسم اللقب رقم التليفون تبعثوهم على الباج فيسبوك للجوين اف ام. وقتوا معانا انتم ما تسمعوا في كلام الليل.